مرحبا بك. على السلامة خويا. الحمد لله. هي الصدفة جمعتنا، أنت بطبيعتك تنشط في جمعية، بطبيعتك أنت عمك الأزهر الشرايطي شخصية تاريخية كبيرة. تشكيت من حكاية ريزو والإدارات قبل ما ندخل في موضوع الأزهر الشرايطي وأهمية الشخصيات التاريخية نتاعنا، شنو مشكلة الريزو في الإدارة تونس؟ والله مشيت الصباح للقباضة في الزهرة، قلت له هاو الورقة باش نخلصوها، خزر لك قال لي اسمع ريزو راهو طايح، ريزو طايح، نجمش ترجع غدوة ولا نهار الثلاث. علاه توا انت موجوده هنا في البيرو والاورديناتور انت تتحكم فيه راه مش هو يتحكم فيك، انت تنجم تقبل عليا الاوراق وتاخذ وتعطيني ديشارج ومن بعد انت تصبها تريقر، علاش تبقى انا تمشي فيا وتجيب تمشي فيا واي اداره تمشي لها في تونس القشيات فارغه يبدا موظف ولا اثنين يخدم، ما فهمناش نحن هالإدارة هذه اندرا تخدم في المواطن ولا تخدم في ناس أخرى ما نعرفوهاش. المفروض أنت جاي مسافات كبيرة وهو إدارة خاطر ويكاند، عنا عقلية متاع ويكاند أرجع خلي بعد العيد خلي نهار الاثنين. أنت البلاد هذه في حالة مش نتاع ويكاند ومش نتاع راحة، هذه أخدم البلاد، الناس تو أنت شوف فيه قيس عيد جاي باش يخدم البلاد والناس كلها تعرق. الناس كلها الاداره ما تخدمش، السوناد ما تخدمش، الستاج ما تخدمش، الاداره اللي تمشي لها ما تخدمش، توا في البوسطه فيها تقريبا 10 قشيات يخدموا فيها اربعه من الناس، عليه؟ اش ثم هذا كل؟ وضع عام هذا. انا عام 2000 لا وضع عام، وضع عام ديما. هذه سخطه عامه مش وضع، والله هذه سامحني. نعتذروا على الكلمه. اي سامحني بالكلمه، اما هذه ما عادش شكت عليه، عليه انا جايك باش نعطيك فلوس. وتعطيني ورقتي ارجع غدوه راهو الريزو طايح، كيفاش الريزو طايح؟ انتوا تجيو في اوقات حرج يقول لك راهو الريزو طايح، ولا يجي وقت المرواح فهمت؟ يعمل لك يخرج قبل بربع ساعه بدرجين يقول لك راهو ساي وقفنا الخدمه، وقت اللي يجي باش يجي يخدم يجيك 8 ودرجه 8 وربع فهمت؟ يعطلوا في الناس يعطلوا في المواطنين حرام هكاك عليه. معك انت بحكم ناشط في جمعيه كبيره على الاقل الاسم نتاعها يوحي هي جمعيه كبيره، جمعيه الازهر الشرايطي هكا ولا؟ أيه. ما شاء الله عليكم منظمين هكا ماشي تعمل في التصريح الشهري بلدائي. اي لا كل شهر نصرحوا بلدائيات نتاع الجمعيه اللي عملتها بنته ربح الشرايطي فهمت، وانا عضو معها بصفته عمي. أيه. كل شهر منظمين نمشيو نقصوا ونخلصوا ونريقلوا امورنا، امورنا واضحه يا اخي هاك تشوف. شنو الأنشطة اللي تقوموا بها كجمعية الأزهر الشرايطي؟ نحاولوا باش أول حاجة نحاولوا باش نرجعوا الروفات نتاعو، الروفات توا من عام من اللي عدموا برقيبة من عام 63 توا يمشيوا يجريوا يهزوا الحمض النووي نتاع ولاد الأديان نتاع ولاد عنده توا يجي أربع سنين ولا خمسة هزوا توا نشوفوا توا الموجة نتاعكم كواش نسترجع الحقوق ودرجنا صحيح استرجع حقوق اليوم معناها باش نأكدوا الروفات نتاع الأزهر الشرايطي اليوم كعائلة أنتم طالبين بعودة مجهولة الوجود مش مجهولة وين الموقع نتاعها وين مدفونة كيفاش ما ثم حتى دليل مش حتى معطيات مش حتى معطيات ولاده يجيوا يطالبوا بناته يجيوا يطالبوا الناس أخوه أولاد أخوه الناس كلها عرشه كامل يطالب به ولا حياة اللي من تنادي في البلاد ما عرفناش شكون نمشي وشكون نتكلم وحاجة أخرى الأملاك نتاعو الأملاك نتاعو توا في السرس وفي ودار وانا في الزهرة كيف مستولين عليها يقول لك لا شكون مستولي عليها والله حسب ما كلامهم هم أي أملاك الدولة أي أملاك الدولة عليها أملاك الدولة هو وقت اللي خرج يضرب بالكرتوش هز معاه أملاك الدولة ولا يخمم فيها أملاك الدولة ولا طالبكم لا باش تعطيوه لا باش فهمت لا كعائله ما نجمتوش تفرضوا انه تسترجعوا على الاقل الملاك ما يخليكش انا وقت اللي كنت نقرا هنا صغير في مكتب شافية رشدي في عام لنف حتى المعلمين والتلامذة اللي قراوا معايا ما هو عمك مجرم جابش يقتل بورقيبه ما هو عمك مجرم جابش كرهونا في رواحنا فهمت عشت طفوله صعيبه اي تاريخ شوي مزور اي هي تاريخ مزيف زيف بورقيبه اش عمل له عمل حاجتين باهي عمل الصحة والتعليم وركب المرأة على الرجل. ما نقولوش كلام هذا، خلينا في موضوع الأزهر الشرايطي. الأزهر الشرايطي أنتم كعائلة أكيد ما شادين صحيح في قضيته. برخ. وأملاكه رد الاعتبار ليه. علاش توا مثلا تجي في تونس سميك شارع شارع ديغول، اش بينا احنا ما عندناش الدغباجي، ما عندناش الأزهر، ما عندناش فرحات عشاد، ما عندناش مجاهدين في تونس.
تتسمي فيها باسم محتل، واحد محتل لك وخرب لك بلادك، والتوا ينهبوا لك في بلادك ثروات بلادك، التوا فرنسا مستغله تونس. نسترجعوا للمواطن اللي يسمع فينا اللي ما يعرفش الازهر الشرايتي، شويه لمحه على الازهر الشرايتي نسترجعوها. وتوا وفاه سي الازهر، هو ولد مدينه قفصه، كان قبل ما ثماش خدم، ما ثماش في الجمهوريه كامله، ثم كان شركه فوسفات تخدم يخدموا فيها في الفرنسيس. مشى هو غاديكا يخدم، بما انه مشى يخدم غاديكا بدا بشويه بشويه ولا يلاحظ يشوف كيفاش الفرنساوي يخلص مثلا في 5000 فرنك والتونسي ياخذ في 1500 ولا 800 فرنك. بدا هكا تحركت فيه هكا الوحده الوطنيه نتاعو والغير على بلاده وعلى ولاد بلاده، عمل نقابه فهمت، وبدا يطالب بحقوق الواحد. يا اخي اش عملوا له؟ بداوا يقلقوا فيه ويجي باش يعمل قراف يتفاهم وقتها هو والحاسب المعلومات، يتفاهم هو والخدامه اللي غادي، ما كانت مراركه وطرابلسيه ليبيين وجزيريه ومغاربه يخدموا في شركه الفوسفات. اش يعمل؟ يتفاهموا باش يقرفوا على اساس هو قايم باش يطالب بحق الخدمه التوانس، يتفاهموا باش يقرفوا. اش يعملوا؟ يصبح التوانسه مقرفين، وقت طرابلسيه يصبحوا يخدموا باع. تو يعملوا فيها طرابلسيه باع؟ لا لا، توا فما ناس تعمل هكاك. لا هو هي معروفه على الطرابلسيه قبل ما اكل، فهمت؟ من غاديك بدات وقتها حرب 48 تاع فلسطين، مشى تطوع، مشى بقى غاديك عامين في فلسطين، تكون غاديك تكون بالقدا. وثم مره حسب المعلومه اللي عندي وخديت عائله اي لك، هو هكا في مع جماعه مبنكين يحكي واحد فلسطيني، انتم بلادكم محتلينها الفرنسيس وانت جاي تحرر فينا نحنا. تغشش هو، عملها في مخه وروح، بما انه عنده خبره عامين غاديك حرب عصابات وفهمت تدريب على انواع الاسلحه، جا لهنا بدا يكون في خلايا في تونس في الجنوب استعمل. بشويه 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 وتكونت بدايه نظا، وضاع صيته في الجمهوريه التونسيه، ومشى اي مشى حارب في الجزائر، حارب في ليبيا. جمال عبد الناصر يعرفه، هواري بومدين يعرفوه، معروف عمل اسم الازهر، عمل اسم وكون وعمل وخلى تاريخ صحيح، فهمت؟ هو انا التوا مثلا اليوم معناها للاسف نجريوا على كعائله تجريوا على رفات تمشي، مشينا لك اللي شدوا هذاكم جماعه النهضه، مشيت للمرزوقي، مشينا للزين، ما خلاش وين يمشي الناس كلهم لهذا، يقول لك باهيه تو نشوفوا، باهيه تو نشوفوا. بالنسبه عنده هنشير في السرس، التوا يستغلوا فيه وما يستغل فيه. والله واحد يقول لك الدولة، واحد يقول لك هاو ندرى شكون، ما عطوناش الصحيح شكون يستغل فيه، وما حبوش يعطوه لاولاده لعائلته. كان فيه ماتريال نتاع فلاحة تركتورات ودنيا وميكانيك، فهمت؟ ما بقى حتى شيء، ما فهمنا منها حتى شيء وما خذينا حتى شيء. والتوا نحنا نجدوا سيد الرئيس ينجمش يشوف حل باش يشوفوا يعطونا الرفات نتاعو، خلينا نعملوا له قبر ورجلوا له اموره. شو رايكم كعائله مقصرين انتوما في مفاوضات مع الدوله مع الما؟ مقصرين مش مقصرين، عرشه كامل يتكلم، بنته هذه ربح مسكينه تتكلم، تجري لين طاحت تكسرت. هاي توا مسكينه باش تمشي تعمل عمليه الرابعه على ساقها ب 8 ملايين جديد. نورمالمون هي راهي تمشي المستشفى العسكري وتداوي فيه بلاش، خاطر حق من حقوق حد من اولادهم يعالجوا بلاش على مصر على الدوله. شيء كانت مرته توفات، خالتي طاوس الله يرحمها شرايت، ومرته الاخرى في سويسرا، اولاده عنده اولاده في سويسرا ماشيين جاي. سويسرية ولا سويسرية؟ سويسرية. زيتها سويسرية؟ اي يعني سويسرية سويسرية. سويسرية. سي المهم. اي اسمها سويسرية مدام فيفيان مسمينها. قداش عنده منها من سويسرية؟ عنده المرحوم كريم، عنده كريم وسليم وحمزة ودليلة وجميلة سويسرية من السويسري، وعنده من تونسي تونسي ربح. وشكون عنده؟ يمينة وربح زوز بنات، فهمت؟ وربح اللي قاعدة تجري على التاريخ بابا مسكينة تعبة تجري لين دعثرت طاحت تكسرت ساق.
هكا توا رابع عملية توا. إن شاء الله هذا الحق يرجع ولا التاريخ يتصحح زادة. ما تنجم تتصل بها. أكيد تاخذ رقم. عندها معلومات. بما أنها هي أكبر مني وتعرف كل شيء أنا عايش.